منا كل التحية. فقرتنا الثانية النهاردة مع زميل عاطف كامل. عاطف كامل النهاردة الحقيقة بيفتح ملف هام جدا، هيتكلم عاطف كامل النهاردة عن التعليم الفني. كلنا عارفين ان المرحلة القادمة للجمهورية الجديدة بتحتاج لكل الحقيقة طالب في التعليم الفني. هنشوف ايه احتياج السوق. كل الدول الحقيقة الصناعية دلوقتي بتركز على ان المصانع يكون فيها مدرسة للتعليم الفني، من خلالها بنشوف ايه احتياج السوق وبنتم تصنيعه وبيتم تصنيعه. دي هتكون فقرتنا الثانية النهاردة مع عاطف كامل. اما انا فاصحابكم في مصر بيحصل فيها ايه النهارده ومجموعه من اهم الاخبار المحليه والعالميه والاكثر قراءه في الصحف وفي الجرايد. والخبر الاول معايا الحقيقه خاص برئيس الوزراء. رئيس الوزراء يبحث مع الاميره عليا بنت الحسين فرص تعزيز تعاون مصر والاردن. استقبل اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صاحبة السمو الملكي الأردني الأميرة عليا بنت الحسين والوفد المرافق لها لبحث فرص تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. الخبر الثاني اللي معي الحقيقة بيقول انطلاق الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب برئاسة شكري بالجامعة العربية. انطلق منذ قليل الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، وذلك تمهيدا لانعقاد دورة طارئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى الوزاري بمقر الأمانة العربية. معي الهاتف الآن الكاتب الصحفي الأستاذ نبيل نجم الدين المتخصص في العلاقات الدولية لنقف على تفاصيل الخبر. مساء الخير يا فندم. أهلا بالأستاذة أمنية مكرم وأهلا بالسادة المشاهدين. يمكن زي ما قلت الحقيقة إن هو يعني اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لنتوقف أمام التطورات الأخيرة وما يحدث على الساحة العربية. الحقيقة هذا الاجتماع الاستثنائي هو اجتماع تاريخي، لأنه انتهى إلى موافقة وزراء الخارجية العرب على عودة الجمهورية العربية السورية إلى الحضن العربي في الجامعة العربية في قرار تاريخي بعد 12 عاما من تعليق عضوية سوريا. الاجتماع اتخذ عدة قرارات، أهم هذه القرارات واحد استعادة سوريا عضويتها واستئناف مشاركتها في اجتماعات مجلس الجامعة ابتداء من اليوم الأحد السابع من مايو من عام 23. اثنين اتخاذ خطوات عملية لحل الأزمة السورية وفق مبدأ الخطوة خطوة. ثلاثة تشكيل لجنة اتصال وزارية من السعودية. مبدأ الخطوة خطوة يا فندم، يعني أنا أتقدم خطوة الأمام أيضا يتقدم نفس الخطوة ولا إيه بالظبط؟ والله الخطوة خطوة بيعني أن هناك في قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وهو مواصلة الجهود التي تتيح علاج كل الملفات الإنسانية في سوريا. اللاجئين النازحين، واخد بالك، عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، وأيضا عربيا مساعدة النظام السوري للتوافق والمصالحة الوطنية الشاملة. خطوة خطوة. ليه سميت بخطوة خطوة؟ يعني ليه ما كناش بنتكلم فيها عن الجانب الإنساني والاستغاثات؟ الأزمة السورية أستاذة أمية أزمة معقدة جدا، وهذه الأزمة لها عدة جوانب ودخلت فيها أطراف إقليمية، وبالتالي ليس من الواقعية أن نحن بخبطة واحدة ستنحل هذه الأزمة طبعاً المعقدة التي استمرت الآن أكثر من 12 سنة. ولذلك هناك لجنة اتصال تم تكوينها أو تكوينها، لجنة اتصال وزارية من مصر والسعودية والعراق ولبنان والأردن والأمين العام لمتابعة حل هذه الأزمة. أعتقد أن هذا اليوم هو يوم مهم جدا في العمل العربي المشترك، وأعتقد لنا أن نتفائل بهذا القرار الذي يطوي صفحة غير بيضاء في العمل العربي المشترك، وإن شاء الله تكون هذه الخطوة قدوة للجامعة العربية في ملفات عربية
مماثلة. ايه العراقيل اللي ممكن تواجهنا يا استاذ نبيل، وايه المصالح اللي ممكن تتدخل لعدم، مش هقول استكمال، ولكن لعدم الدعم القوي لهذه الدول؟ والله الحقيقة قرار اليوم لم يأتي من اجتماع اليوم، كانت هناك جهود كبيرة قامت بها العراق والسعودية ومصر والأردن للوصول إلى هذه النتيجة. كان هناك أكثر من 3 اجتماعات رسمية لوزراء خارجية هذه الدول الأربع لتحقيق هذه النتيجة. ولكن بالنسبة لسؤال حضرتك الخاص بالتحديات، أعتقد أن الإرادة السياسية في دمشق والإصرار والصبر العربي والنوايا الحسنة 3 شروط. إرادة سياسية في دمشق لطي هذه الصفحة السوداء من عمر هذا البلد العربي المهم، صبر وإصرار من العمل العربي المشترك لمعاونة النظام السوري في الانتقال إلى حالة أفضل، والنقطة الثالثة احنا قلنا الإرادة والصبر، والنقطة الثالثة هي الإصرار. هناك تحديات كثيرة لأن هناك أطراف إقليمية عبثت بالملف السوري. أنا بسأل سؤالي ليه يا فندم، لأن إحنا بنجد الحقيقة عراقيل، يعني عايز أتكلم الحقيقة عن اللوبي الصهيوني في البيت الأبيض، هو ملوش دور؟ هل لسه الخريطة السياسية في العالم مع تغيرها، إزاي يكون المصالح العربية ثابتة من أجل دعم هذه الدول ووجودها الثابت الحقيقة في الجماعة العربية والدعم القوي والأمن والسلام لهذه الدول؟ مع التقدير الكامل لطرح حضرتك الخاص بالقوى الدولية التي ترعى مصالحها ولا تقيم وزنا لمصالح هذه الأمة، أنا أعود إلى القاعدة الأساسية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يجب أن نزيح مشاكلنا وفشلنا على شماعة الإمبريالية والشيوعية والتدخل الأجنبي. أعتقد أنا لا أقبل هذا الكلام، كفانا هذه اللغة. أعتقد أن علينا نحن أن نعالج أخطاءنا، أن نتعاون معا على إصلاح الأمور وعلى دعم، وألا نفتح أو نحدث شقاقا بيننا يسمح بدخول القوى الأجنبية. أختي العزيزة، أنا عشت في الغرب لا يقل عن 19 سنة. لن يأتي إلينا خير من الغرب أو من الشرق. كل هذه الدول هي إمبراطوريات تعمل على تحقيق مصالحها. يعني الدعم العربي القوي لهذه الدول، الوقوف الحقيقة بجانب هذه الدول من جانب الدول العربية، زي ما حضرتك قلت عدم التدخل في شؤوننا الداخلية، كل ده هيكون دعم قوي لهذه الدول. الكاتب الصحفي الأستاذ نبيل نجم الدين المتخصص في العلاقات الدولية، بشكر حضرتك يا فندم، ألف شكر. فاصل ورجعوا لنا مرة تانية، مصر بيحصل فيها إيه النهاردة؟ الخبر الملحي خاص بالصادرات، 8 أعوام من الجهد والاجتهاد علشان يكون عندنا الحقيقة مؤشر جديد للصادرات. الخبر اللي معايا بيقول إعلامي مجلس الوزراء، مصر تقدمت 9 مراكز في مؤشر اتفاقيات التجارة الإقليمية. تمكنت الدولة المصرية من تحقيق قفزة غير مسبوقة في إجمالي قيمة صادراتها، وذلك بعد أن عكفت على مدار الأعوام الثمانية الماضية على وضع وتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة لقطاع التصدير. مع الهاتف الآن الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا حضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني زي ما قلت دكتور مصطفى، 8 سنوات الحقيقه من الجهد والجد والاجتهاد، والمؤشر بيؤكد على ان احنا تقدمنا 9 مراكز في اتفاقيه التجاره الاقليميه. طبعا بكل تاكيد. اسمحي لي، مركز يعني الاعلامي لمجلس الوزراء بيوثق الفتره الزمنيه في حدود 8 سنوات، قد ايه الجهد اللي بتقوم بيه الدوله في التقدم في المراكز للعديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية داخل الدولة. والتوثيق ده بناء على الأرقام والبيانات والإحصائيات الرسمية الموثقة من داخل الدولة وأيضا من الجهات الخارجية. التقرير بيكون في مجمله قد إيه يعني المراحل اللي مر بيها الأوضاع الاقتصادية
وطبعا منها الاتفاقيات التجارة الإقليمية، الاتفاقيات اللي بتقوم بها الدولة. والتحسن قد إيه؟ أنا في رغبتي دايما الرقم مش مهم بالنسبة، الناس كلها بتسمع الأرقام وعارفاها، ولكن اللي دايما بتكلم عنه ما هو المجهود اللي بيزود. بالضبط، ايه هو المجهود اللي بيزود القدرة اللي احنا بننافس بيها الدول المتقدمة؟ يعني احنا ازاي بنحسن من قدراتنا في الاوضاع الاقتصادية في ظل الظروف العالمية دي علشان نقدر ننافس؟ ايه بقى يا فندم؟ اتفضل. اللي احنا بنتكلم اولا ان في تطوير في البنية التشريعية، واثنين تطوير في البنية التحتية. البنية يا فندم دول مذكورة في التقرير قد ايه التحسن في الطرق والكباري والنقل ووسائل النقل، وطبعا كمان إزالة التحديات والمعوقات اللي هي بتحسن من قدراتنا. احنا دايما بنطمح ان يكون عندنا احسن، ليه؟ لان ده بيكون ليه مردود على المجتمع. كل ما في اتفاقيات للتصدير يا فندم يبقى احنا عندنا سوق، النهارده سوق بيعمل، يبقى سوق فيه شركات، فيه مصانع، فيه تشغيل يد عاملة. لو حضرتكم بصيتوا في اخر التقرير حاطط يعني مؤشرات في غايه الاهميه، هدي لحضرتك بس ولكل جمهورنا الكريم رقم واحد. يعني بيقول لنا مثلا ان نسبه زياده قيمه الصادرات اللي هي مصر صدرتها، يعني كانت 2014 27.5 مليار. 22 اللي هو السنه الماضيه دي 51.5 مليار. ده زياده تقريبا 87%. طب جت منين الزياده دي؟ جت زياده من التشغيل الزياده، من فتح فرص عمل، من زياده المصانع والشركات اللي خلت ان في سلع وخدمات تصدر للخارج. اكيد. طيب دكتور مصطفى، يعني فكره التصدير في حد ذاتها للخارج بتعتمد على حاجتين مهمين جدا. الدول بعينها احنا في احتياج ان احنا نصدر بيها، دول ذات قيمه ماليه عاليه، زائد الحقيقه جوده المنتج. وانا شايفه ان الحاجتين دول مهمين جدا بجانب كل النقاط الهامه اللي حضرتك اتكلمت فيها. طبعا بكل التاكيد اسمحي لي خليني اذكر حضرتك وجمهورنا الكريم، الرئيس دايما لما بيسافر بياخد الملف الاقتصادي والوضع الاستثماري للدول اللي هي بنسميها الاسواق اللي احنا بنرغب ان احنا نتعامل معها. بالظبط. دايما بنشوف بره بيبقى عندهم التجارب ايه والنماذج المطلوبه بالنسبه لهم ايه. والسيد الرئيس دايما يقعد ويشجع رجال الاعمال او ما بيسمى بالاتحاد الغرف ما بينها وما بين بعضها او المنظمات الاعمال، ويقول لهم شاركوا مع بعض عشان نكون في اسواق متبادله. ايوه. فان احنا النهارده نوصل بان احنا نضاعف كميه الصادرات، ده بيدل على ان الحمد لله ابتدينا نخطو خطوات ايجابيه في الفكر ان احنا نتجه لاسواق عالميه نقدر ننافس فيها. ده نمره واحد. جودة المنتج فعلا زي ما حضرتك تفضلتي، واذكر حضرتك وجمهورنا الكريم ان احنا عندنا النهارده وصلنا ببعض من المنتجات والمحصلات الزراعيه بالجوده اللي بتنافس الاسواق في اوروبا. المحاصيل الزراعيه النهارده بقى عليها طلب كبير جدا. بالزبط. في اوروبا وفي اسيا وفي اليابان، في دول النهارده بتبحث عن اعلى جوده في المنتجات الزراعيه اللي هو السعر الغذائي او السله الغذائيه للمواطن الخارجي. فده بيدل ان احنا الحمد لله ابتدينا نبحث عن كيفيه تحسين قدرتنا في التشغيل والصناعات والزراعات لغزو الاسواق الخارجيه. ده الحمد لله بيحسن من قدرتنا في زياده الصادرات اللي هي الاعلان اللي بيعلنه مركز المجلس الوزراء. يعني دكتور مصطفى بدرة بشكر حضرتك يا فندم ألف شكر، الخبير الاقتصادي. فاصل وارجعوا لنا مرة تانية، مصر بيحصل فيها إيه النهاردة؟ يعني زي ما بنتكلم الحقيقة على دعم الدولة الحقيقة لمتضرري السيول، بنتكلم أيضا عن قرى جديدة، وبنتكلم عن مشروعات متكاملة لهذه القرى. يعني بنتكلم عن الحقيقة كهرباء، بنتكلم عن تخطيط، بنتكلم على مرافق. يعني كل حاجة الحقيقة مرتبطة بعودة الحياة مرة أخرى لمتضرري السيول. محافظة الجيزة مشروع سكني متكامل بيضم 256 وحدة لمتضرري السيول. الخبر اللي معايا الحقيقة خاص بالزراعة. الزراعة هنا بنتكلم عن
الزراعة تنظم السبت معرضا للسلع الغذائية في المتحف الزراعي بأسعار مخفضة. ويمكن كان في اتصال تليفوني سابق تحدثنا على أن في طفرة الحقيقة في الصادرات الزراعية، وده شيء مهم جدا الحقيقة يحسب لمصر. مع الهاتف الآن الدكتور محمد فكري القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. ازاي حضرتك يا دكتور محمد؟ اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. يعني زي ما قلت الحقيقه عندنا معرض للسلع الغذائيه في المتحف الزراعي باسعار منخفضه. يعني هو طبعا الاول اسمح لي اشكر حضرتك، ويمكن كان في اهتمام كبير من الدوله في الفتره الاخيره بالتوسع في مجال فتح المنافذ واماكن البيع ونقاط البيع للمستهلك والمنتج والمستهلك المصري، بحيث يبقى في عمليه ربط مباشر بين المنتج والمستهلك، وبحيث يبقى في تحسين للقدره التسويقيه للمنتجين، وايضا يعني توفير فرص لتلبيه احتياجات المواطن المصري باسعار مناسبه. توسعنا في ده، انشانا مجموعه من المنافذ الثابته ومجموعه من المنافذ المتحركه، اطلقنا مبادره خير مزرعنا لاهالينا في معرض الاورمان او في حديقه الاورمان، وان شاء الله يعني بيتم التجهيز لمعرض اخر ضمن الجهود المبذوله مع معرض ظهور الربيع اللي يتم عقده هناك، وان شاء الله بيتم التجهيز ليهم دلوقتي، وباذن الله يعني فور الانتهاء اكيد إن شاء الله يدخل. هيتم الاعلان ويتم الاطلاق باذن الله. يعني يمكن زي ما قلت الحقيقه ان انا عايزه اتكلم على ما تم الحقيقه من طفره واضحه جدا في الصادرات الزراعيه، وانضمام الحقيقه دول جديده لان احنا بيتم التصدير ليها. يعني احنا بنتكلم في اكثر من 163 دوله تم اضافتهم للستة الدول المستوردة من الدولة المصرية. احنا عندنا في الفترة الأخيرة في آخر 3 أو 4 أعوام احنا بنتكلم في أكثر من 80 سوق تم فتحهم، ودي قدرة كبيرة للدولة المصرية بتضاف إلى كتلتها التسويقية وكتلتها اللي هي المستوردة أو الكتل اللي بتستورد مننا إنتاج زراعي، وده خلانا الحمد لله بنحقق ريادة عليا في العديد من الحصلات الزراعيه زي البرتقال زي الفراوله زي البصل البطاطس، كل دي منتجات اصبحت في قائمه افضل المنتجات ولها مراتب عالميه ومراتب دوليه كبيره وثقه دوليه بتمنح لاجهزه البحث واجهزه الفحص المنتجات اللي موجوده عندنا في الدوله المصريه، وشهادات دوليه موجوده ليها بشكل كبير، وده كله بيعظم من قدره الدوله، وده خلانا الحمد لله نحقق رقم كبير في الموسم الماضي. احنا قفلنا الموسم الماضي باكثر من 6.5 مليون طن، وان شاء الله هذا العام يكون عام مبشر، واحنا شايفين يعني النتائج الاوليه والربع الاول وحتى الان احنا شايفين كلها بتؤكد ان شاء الله يكون هذا العام كمان عام استثنائي في عمليه الصادرات ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. دكتور محمد فكري القرش، معاون وزير الزراعه والمتحدث الرسمي للوزاره، بشكر حضرتك يا فندم الف شكر. الحقيقه ده كان اخر خبر معانا في مصر بيحصل فيها ايه النهارده.